معانا على التليفون دكتور بسام الشماع، الباحث وعالم المصريات وأيضا المحاضر الدولي. أهلا بيك معانا في مصر جديدة. كيف ترى التصريحات بتاعت الباحث البريطاني اللي اسمه روس فيلز، وإنه هو اكتشف إيه سر لعنة الفراعنة؟ هل الكلام اللي بيقوله من وجهة نظرك، من وجهة نظر علمية، صح ولا غلط؟ هو الحقيقة أنا رديت في مقالة علمية إن مقبرة توت عنخ آمون أو مقابر المصريين القدماء كان بها كثير جدا من الأسباب اللي ممكن للناس اللي معتلة صحتهم إن هم يصابوا ببعض الأمراض، ولكن ليس كلهم. إذا نمرة واحد، خلصت يعني في الدراسة بتاعتي إن واحد، لا يوجد شيء اسمه لعنة الفراعنة. اتنين، لا يوجد أي طريقة تستطيع ان انت تثبتها انه يوجد يعني قوة منذ 4000 او 5000 او 3000 سنة تتحكم في مقدرات وحياة وموت الانسان، لان ربنا سبحانه وتعالى لكل اجل كتاب. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، تكتشفي في المقابر ان هناك فضلات خفافيش، وهذه الفضلات في بعض الاحيان كان بتبقى على الجدران، وبتكون انواع من البكتيريا والعفن والفنجس والفطر، ومنها فنجس وفطر وبكتيريا بأنواع علمية مدروسة. يعني عندنا مثلا الأسبيريجيلوس نيجر والأسبيريجيلوس فلافس، وعندنا الستريبتوكوكس، دي نوع البكتيريا، وعندنا الأمونيا بتركيز جامد جدا بيبقى موجود جوه التوابيت المغلقة. المومياوات والتحنيط استخدم بعض المواد الكيميائية والأصماغ، وبالتالي كل هذه طيب الحركة انا الكيميائية. متعرض، انا دلوقتي اثري وبكتشف المقبرة وبتعرض لكل المواد اللي حضرتك قلت عليها، ده اثره المفروض علميا على جسمي ايه؟ للناس اللي معتلة صحتها ممكن يتأثروا تأثير سلبي. يعني ناخد مثال مثلا في مقبرة توت عنخ آمون، لو كان هناك لعنة بإشعاع تؤدي إلى الوفاة لكان أول المتوفيين هاور كارتر شخصيا، لأنه أول واحد يدخل بالكاندل أو بالشمعة والهواء يلفحه بعد أن فتح الفتحة في مقبرة توت عنخ آمون. المفروض الإشعاع يضرب فيه أول واحد، ولكن حقيقة الأمر أن هاورد كارتر عاش 17 سنة بعد صحيح، هو الاكتشاف. مات 1939 والاكتشاف برافو كان عليك، 22 1922 يبقى 17 سنة. ف17 سنة خدي بالك بقى، ده مش 17 سنة هو عايش على البحر، ده منهم 10 سنين بيطلع الحاجات اللي في المقبره، يعني داخل طالع عليها وبيتعامل مع المومياء، وبيع هو ودوجلاس ديري. طيب دوجلاس ديري هذا الجراح اللي هو استدعاه هاور كارتر علشان يفك الحاجات اللي على جسم توت عنخ آمون، انه جراح، دوجلاس ديري ليه ما ماتش موته سريعه؟ حسين عبد الرسول الصبي المصري العصور العظيم اللي كان عنده 12 او 13 سنه، واللي اكتشف اول ستاب او اول درج فيه 16 درج 16 سلمان اللي ادت الى المقبره، عاش لغايه لما بقى كاهن. غير كده بقى، علميا وتوثيقيا، احتفال الانجليز بالمقبره كان عن طريق حفله تمت دعوه 26 اجنبي لها. يعني لا. حفل الافتتاح في المقبره كان فيه 26 بني ادم، منهم سته فقط ماتوا في خلال 10 سنين من هذه الحفله، ومنهم أي. واحد انتحر وشنق نفسه وحاجات زي كده، فموتات طبيعيه جدا. اما عن لورد كنارفن اللي هو قال عليه انه مات من النمونيا او مات من الالتهاب الرئوي او تسمم في الدم، ده لان لورد كنارفن ذات نفسه كان معتل الصحه، ولذلك الدكاتره قالوا له روح مصر، لان زمان الانجليز دكاتره الانجليز كانوا تملي بيكتبوا للعيانين روحوا مصر، ان مصر جوها جميل ورائع وجاف، عشان كده جه مصر وهو كان عنده مشكله اصلا في الجسم. فبالتالي هذه الفنجس والعفن وهذه الامونيا وهذه الحاجات اللي طالعه منبعثه من البكتيريا ومن الفطر دي بتؤثر في الشخص العيان اوريدي، لكن لا يوجد اي، والا ليه ال 26 ما ماتوش؟ ليه ال 26 اللي دخلوا المقبره واحتفلوا جوه ما ماتوش من الاشعاع اللي اتكلم عليه العالم الانجليزي؟ ومع هذا نستطيع ان نقول ان المصري القديم ما وضعش هذه المواد في التحنيط علشان يموت اللي هيخش. ليه؟ لأن مصر القديم كان يؤمن بأن إذا وضع على الجدران فورمولاز معينة وعبارات معينة هتخوف يستطيع الناس بيها إن هو يأذي اللي يخش، لأن هو كان بيعتبر اللي بيخش المقبرة بيدنسها.
هو كان بيستخدم كلمه تدنيس بس مثلا هوارد كارتر كان في المقدمه فدخل على طول وخد اول لفحه هواء من المقبره، بس يعني الناس اللي ورا يعني ما دخلوش زي هوارد كارتر، فممكن يكون ده السبب. ده هو دخل في الغرفه الوحيده، لكن ده في اكثر من غرفه فتحت بعد كده، هي دي في اكثر من غرفه في المقبره. فاللي دخلوا معاه دول الراجل اسمه بيرتون، ده اللي هو صور تقريبا كل ال 5398 قطعه اللي اتوجدوا في المقبره. ده ما ماتش ليه موته غريبه او موته عجيبه. هم كانوا بيدخلوا كده يعني مش محصنين نفسهم باي حاجه يعني، ما كانش. ما هو ده اللي انا بقوله بقى، ودي نصيحتي بقى لعلمائنا الكبار والصغيرين، لما تخشوا يا جماعه مقابر اولا لازم تحطوا ماسكات ولازم تحطوا على عينيكم ماسكات قويه، يعني مش بتاعتنا دي بتاعت كورونا، حتى دي بتاعتنا بتاعت كورونا دي لا، ماسكات بانبوب اكسجين في الظهر وكده. ليه بقى؟ لان انت بتتكلم هنا على بعض الاعراض اللي بتبان. لما جيت ذاكرت انا الاعراض الطبيه ليه الحاجات اللي انا ذكرتها دي زي البكتيريات والعفن والكلام ده، في منها بعض الاعراض بتبقى اعراض يا فندم بسيطه وسهله جدا، يعني مثلا حرقان في العينين، حرقان في المناخير، مشاكل في الصدر، حبه كحه، اعراض الانفلونزا العاديه، كل الحاجات دي ممكن الانسان يشعر بيها وبعدين هوب يروح قالب على التهاب رئوي وقالب على موت بعد كده هوت لو حدث. ولكن عدد الاموات في العلماء الذين تعاملوا مع المقابر عدد صغير جدا، واغلبه ليس له اي علاقه بنت لورد كنارفن. يعني بنت لورد كنارفن اللي هو مات بعد 5 شهور من فتح المقبره، هو ده على فكره اللي عمل النيوز كلها. يعني لورد كنارفن لانه مات 5 ل6 شهور بعد افتتاح المقبره، قال لك بقى لعنه الفراعنه، قال لك ده، قال والموسكيتو اللي حضرتك ذكرتيها اللي هي فكره ان الناموس قرصته فهو لما جه حلق. وعايز اقول لك الناموس اللي هو الناموسه اللي ضربته دي وقرصته وبعدين هو راح عامل جابت له تسمم في الدم بعد ما اتعور وما صلحهاش وبتاع. هو القصه ايه؟ القصه قال كان بيحلق. لما حضرتك تروحي للقصر بتاع هاي كلير كاسل في بريطانيا اللي هم عاملينه متحف كبير دلوقتي لتوت عنخ ايمن، ده بتاع لورد كنارفن، بتاعت عيله كنارفن، عيله كنارفن عيله غنيه جدا، وصرف 300,000 استرليني على اكتشاف توت عنخ ايمن لمده 6 7 سنين، فده كان مبلغ كبير قوي وقتها. فلما تروحي هناك تلاقي من ضمن المعروضات الموس بتاع لورد كنارفن اللي هو كان بيستخدموه زمان الحلاقين عندنا في حلقه الدقن، عارف فاكرينه ده اللي بيبقى زي المطوه كده يخش ويطلع كده، ده معروض، ده الاصلي معروض، وبيعملوا منه تذاكر دلوقتي والناس تدفع عشان تخش تشوف الموس اللي كان بيحلق بيه لورد كنارفن. شايفين هم بيعملوا سياحه من ايه؟ فكل شويه بتشعري ان حكايه المامي كيرس ديت وحكايه لعنه اللي بيسموها لعنه الفراعنه، هي الحقيقه لعنه الفراعنه غلط في الاثنين، لا في لعنه ولا في فراعنه، الاثنين غلط يعني. هو هما اسمهم قدماء المصريين، الفرعون ده اسم واحد من قدماء المصريين اللي حكموا يعني. وبعدين هتروحي بعيد ليه؟ انا راجل بقالي 42 سنه بخش المعابر وبطلعها. طب ربنا ايه، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليك، خفيف عليك يا دكتور بسام. الحمد لله لسه محتاجينك. لا ده انا لسه طالع من التراك اهو، ثلاثة في التراك زي الفل، وانا عندي ربنا يدي لك الصحه الحمد رب لله رب العالمين. بصي حضرتك قريب يا مصريين يا مصريين يا اللي كل المهتمين بالحضاره المصريه، المتحكم الوحيد في حياتك هو الله سبحانه وتعالى. اشكرك شكرا جزيلا دكتور بسام الشماع، الباحث وعالم المصريات والمحاضر الدولي. طيب